توتر على الكورنيش البحري في صيدا، تظاهر اعتراضا على تقييد حرية رواد الشاطئ، وأخرى مضادة تطالب بالاحتشام. منذ أيام تعرضت الناشطة الاجتماعية ميساء حنوني يعقوري لهجوم من الشيخ عبد الكريم علاو خلال تواجدها وزوجها على شاطئ المسبح الشعبي في صيدا، حيث طلب منها الشيخ المغادرة ليعود بعد منحها مهلة 10 دقائق ويقذفها بمساعدة 15 شخصا بالكرات وعبوات المياه المملوءة بالرمل، وذلك لارتدائها لباس البحر أي المايو وفق ما أكدته الناشطة. أنا بدي يجي واحد يقول لي هاي المدينة مش إلكم، فلوا منه، هو هذا النظام الأبوي الذكوري. كلام الشيخ الذي أكد للناشطة أنه متواجد على الشاطئ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق زعمه، وما تبعه من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت البلدية إلى رفع لافتة كبيرة حملت توقيعها ووزارة الأشغال العامة والنقل وشاطئ صيدا، دعت فيها رواد المسبح إلى التقيد باللباس المحتشم وعدم إدخال الكحول. يعني هذا اللبس المايو طبيعي هذا هونيك مزبوط؟ بصيدا يعني نادر ما بتنزل. نادرا شو؟ الناس نفسها ما بتنزل بالمايوهات، عم نحكي للستات طبعا، عادة أنا بتجنبه. هذا الأمر دفع الجمعيات النسائية في لبنان إلى الخروج بتظاهرة تطالب باحترام الحريات وعدم تقييدها، قابلها تحرك مضاد من بعض أهالي المدينة يرفضون نزول النساء إلى الشاطئ البحري بالمايو. وفي حديث للجديد أكدت مؤسسة جمعية فيميل والمديرة التنفيذية في شركة ولكن حياة مرشاد أنهن لم يخرجن للتظاهر ضد أحد. مش نازلين ضد حدا، نحن نازلين لنطالب بحق النساء المطلق انه يكونوا بكل المساحات العامه على الشط وغير الشط باللباس اللي هن بيختاروه، لانه لبنان مفروض بلد لازم يصون الحريات مش بلد المزارع الطائفيه كل حدا بيعمل كانتون لحاله. هذه التظاهره لقيت دعما من النائب مارك داو الذي شدد على ان مسؤوليه الدوله ان تتاكد ان تبقى الساحات العامه مفتوحه للجميع. بدي أقول الحريات والناس بتقرر كيف بتعيش، وهذا محفوظ بالدستور، ما حدا بيقرر شو الصح وشو الغلط بناء على اختياراتهم أو أمعاتهم. مطالبة النساء بحقوقهن اعتبرها بعض المعترضين محاولة لإحداث فتنة في المدينة. جايين عم يتحدونا بس برأيك اليوم نحن لما توصل نحن المدام نحتشمه، لما تنزل عجوني عشرة جوني كم كلمة بتسمع وبيبن عواه، كم كلمة بتسمع وبيبن عواه. طب بصيدا هي بتاخدوه شقالت، هل عم بتصير اليوم كأنه الرد بالمثل ولا لأنه بصيدا في أعراف معينة يعني عاديتنا ممنوع الميو بصيدا؟ هذه الأحداث التي تطورت إلى إشكال وتدافع بين المتظاهرين سبقها تصريح من وزير السياحة وليد نصار الذي استنكر في مقابلة تلفزيونية ما حصل على شاطئ صيدا، مشددا على ضرورة احترام الثقافات والحريات، وقال: نطمح الوصول إلى دولة مدنية والشاطئ ملك عام، وسأقوم باتصالات مع الوزراء من أجل الوصول إلى حل، وأناشد أهالي صيدا للتمثل بالأفضل.